تاني نوع من الاميونيتي قلنا الايه؟ الاكواير مكتسبه. تمام؟ الاكواير دي ايه؟ مكتسبه ايه؟ مكتسبه فلوس مش كده ولا ايه؟ الفلوس ده ايه؟ يعني الاميون ريسبونس، المصاري او الفلوس هي الاميون ريسبونس، يبقى دي الاكواير. طيب الفلوس دي يا اما تكسبها بعرق جبينك اذا هي فلوس حلال، يا اما تسرقها وده تبقى فلوس حرام. ايه الفرق بين المال الحلال والمال الحرام؟ مين اللي هيخلي صاحبه غني اذ فجأة كده؟ اذ فجأة يبقى سرق، يبقى الحرام فجأة كده يبقى غني، يبقى ده ايه؟ sudden onset، يعني بتحصل في ساعتها. دي بقى لازم اروح اشتغل واتعب واجاهد لغايه ما اجمع الفلوس دي، يبقى ده delayed onset. كويس. طيب مين اللي بيدوم، الفلوس الحلال ولا الحرام؟ طبعا دي اللي بتدوم، يبقى ده تقعد long duration عند حضرتك، يبقى تديك مناعه طويله، انما دي short duration. يجي بقى الاهم حاجه، اهم حاجه في عرضكم، اهم حاجه في عرضكم لازم تبقوا عارفينها، الفلوس الحلال دي زي ما قلت حالا لازم اخد عمل وبعدين اقبض ثمن هذا العمل. العمل ده ان الانتيجين يخش في جسمي اللي هو الميكروب وجسمي يعمل الاميون ريسبونس. يبقى اذا الفلوس الحلال اللي هي هنسميها بقى اكتف اكوايرد اميونيتي، دي لازم يخش فيا الانتيجين، يخش فيا الميكروب، وانا اللي اعمل الاميون ريسبونس بتاعتي. عشان كده ايه ده نقول عليه اكتف. انما ده انا لا اشتغلت ولا عملت حاجه خالص، انا سرقت الاميون ريسبونس، سرقت الفلوس. تمام؟ فالحرام ده بقى اسمه باسيف اكوايرد اميونيتي. يبقى عندنا الاكوايرد اميونيتي ايذر اكتف اور باسيف. اكتف اكواير اور باسيف اكواير. الاكتف ديليد اونست لونج ديوريشن ولازم يخش انتج. انما الباسيف سادن اونست شورت ديوريشن اند ذير از نو انتيجينيك ستيموليشن. هنمسك بقى الاكتف اكوايرد اميونيتي. الاكتف اكوايرد اميونيتي ده ايه؟ اللي هو الانتيجين بيخش، يا اما يخش طبيعي كده يبقى اسمه ناتشورال، خلي بالكم معايا بقى شويه، ناتشورال اكتف اكوايرد اميونيتي، او انا ادخله بنفسي عامدا متعمدا يبقى ده ارتفيشال اكتف اكوايرد اميونيتي. تعالوا ناتشورال اكوايرد اميونيتي، يعني ايه يخش في ميكروب كده؟ رحت اكلت كشري، رحت اكلت سندوتش دخل فيه، كان فيه بكتيريا دخلت جوه جسم. يبقى دخلت ولا ما دخلتش؟ يبقى جسمي هيعمل انتي بودي ولا مش هيعمل؟ هيعمل، يبقى ده اسمه اكتف اكوايرد اميونيتي. ودخلت ايه؟ خدتها ناتشورال كده، دخلت بيت عند واحد عيان بهيباتيتس ايه او حصبة او بتاع كحه في وشي او انفلونزا راح جايه لي الانفلونزا، يبقى دي ناتشورال كده، انا ما تدخلتش، ما حضرتهاش، ما عملتهاش ارتفيشال. تمام؟ يبقى دي اول واحده اللي هي افتر انفكشن. يبقى الناتشورال يعني افتر انفكشن. افتر انفكشن. طب بصوا بقى، واحد دخل فيه خمس ست سبع ميكروبات غير واحد دخل فيه 5000 7000 ميكروب. يبقى اذا ممكن تخش in a very small dose نسميها sub clinical، يعني دوز ما تعملش clinical manifestation، او تخش بكميه كبيره قوي او دوز عاليه او يبقى دي اسمها clinical dose. طب تعالوا نشوف sub clinical dose. الساب كلينيكال دوز ده ايه بقى؟ ده يقول لك الحق يا اخي ابن البواب ما بيعياش، وانا ابني اللي حطه في الاوضه عامل له تكييف ومفيش دبان يخش والاكل نظيف بيعي.
ايه الحكايه؟ بقعد قاعد في الارض عمال يلقط اي حاجه، شويه ميكروبات شويه بتاع، ان سب كلينيكال دوز، وبالتالي هو ما بيعياش، انما بتبقى عنده مناعه، بيبقى قوي جدا في المناعه نتيجه السب كلينيكال دوز اللي عمال ياخدها. ده مش معنى كده ان انا ارمي ولادي في الشوارع، لان ممكن يروح لقيت له حاجه تموته. تمام؟ اذا ده اللي بقوله لكم سب كلينيكال. سندوتش مثلا فول طعميه فيه سب كلينيكال دوز اوف دي اورجانيزم، مش هاعي. تمام؟ يبقى ده، لكن الميكروب دخل ولا لا؟ هو داخل مع الساندوتش، مع الاكل، مع الاير بور. فلما دخل ان سب كلينيكال دوز، كان الميكروب دخل اهو، لازم يعمل اميون ريسبونس. يبقى ده اكوايرد اميونيتي واكتف، لان انا اللي عملته، وبعدين ناتشرال لانها جات لي طبيعي كده. طب لو كلينيكال، لو كلينيكال هاعيه يومين ثلاثه اسبوع شهر، وهيتكون بقى اي جي جي بعد كده، وهيبقى عندي مناعه نتيجه الانفكشن. مش ممكن هاعيه النهارده وبعد ما اخف اعيا ثاني يوم، وبعد ما اخف اعيا، لا، هتاخد وقت بقى فيها مناعه نتيجه دخول الميكروب. ده الناتشرال. نيجي على الارتفيشال. ارتفيشال بقى انا اللي هجيب الميكروب وحيله فيكم. وفي هذه الحاله بيسمى فاكسين. فاكسين يعني اللقاح. انا رايح اخد فاكسين ضد الحصبة، انا رايح اخد فاكسين ضد شلل الاطفال، انا رايح اخد فاكسين ضد المينينجايتس، انا رايح اخد فاكسين. يبقى ده اسمه فاكسين. ايه الفاكسين ده؟ الميكروب ذات نفسه يحقنه في جسمك ليفنج اورجانيزم، يحقنه كيلد. طبعا انتوا في كيلد دي هتصدقوني ليه؟ انا معقول احقن ميكروب صاحي في بني ادم ما هو يعمل له انفكشن، لكن كيلد اهو كيلد. لا، ما هو انا ساعات لما اموت الميكروب يبقى كيلد اورجانيزم، الانتيجينيسيتي يعني قوته عشان يستيميوليت الاميون ريسبونس بتروح، فما ينفعش الكيلد فاكسينز في حالات كتيره. لازم استخدم الليفنج. طب هو هيعيني؟ لا، اعمل له اتنيويشن. يعني ايه اتنيويشن؟ يعني اضعفه، يعني اقلل الباور اوف فيريولنس بتاعته. فيريولنس يعني الضراوه بتاعته، اقللها. ده اسمه اتنيويشن، اضعاف. يبقى ده اسمه ليفنج اتنيويتد فاكسين، ده اسمه كيلد فاكسين. الاتنيويشن بتتم بكذا طريقه، زي ريبيتد سب كلتشر وبتاع، حاجات هناخدها في الجنرال بكتيريولوجي. يبقى ده الاتنيويشن يعني ديكريز فيريولنس اوف ذا اورجانيزم. يبقى ده اللي طيب. عاوز اعرف بقى امثله من الكيل. التيفويد فاكسين او الانتريك فيفر فاكسين، في تيفويد بارا اي بارا بي، يبقى تي اي بي فاكسين. ده فاكسين ضد التيفود والبارا تيفود اي والبارا تيفود بي، وده كيلد فاكسين. الليفنج اتنيويتد كتير، زي البوليو فاكسين شلل الاطفال، زي التي بي فاكسين، الفاكسين بتاع السل او الضرب. دي كلها ليفنج اتنيويتد فاكسين، وهناخدهم بالتفصيل بقى في السيستميك مايكرو بيولوجي. يبقى الفاكسين يا اما كيلد يا اما ليفنج. طب تعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف بقى حته هنا صغنطوطه كده، لازم نبقى عارفينها برضو. ايه هي الحته الصغنطوطه دي؟ لما بقول فاكسين ليفنج وكيلد انا قصدي اورجانيزم، مش كده ولا ايه؟ اورجانيزم، بكتيريا، فيروس، اي حاجه. لكن ممكن الفاكسين يبقى من التوكسينز، يعني بكتيريا بتطلع توكسينز زي الدفتيريا، الدفتيريا تيجي في زوري وتبقى توكسين، زي ميكروب الجاز جانجرين زي ما هناخد، بيخش في الجرح ويطلع توكسينز، يموتني التوكسينز ده، فلازم اتحصن من التوكسين. التوكسين لو حقنته هيجي لك توكسيميا، تسمم في جسم، توكسيميا. لما توكسيميا معناها سيركوليشن اوف توكسينز ان بلاد. لما نقول بكتيريميا يبقى سيركوليشن اوف لارج اماونت اوف بكتيريا ان بلاد. بايميا، بايو يعني بس، يبقى سيركوليشن اوف بايوجينيك اورجانيزم ان بلاد.
لما نقول سيبتيسيميا يعني سيركوليشن اوف بكتيريا والتوكسين بتاعها، دي هناخدهم بالتفصيل بعدين، انما انا بتكلم دلوقتي على التوكسينز اللي هو الاكسوتوكسين. اكسو يعني هيخرج من البكتيريا. لو عنده فيك هيجي لك توكسيميا هتتسمم، اعمل ايه؟ احط عليه فورمالين يوم يتحول الى فورمول توكسويد. وانا عاوز كلمة دي بقى، عاوز الكلمة دي توكسويد. توكسويد اي حاجة فيها اويد يعني تشبه، يبقى يشبه التوكسين. يشبه له في ايه؟ انه انتيجينك لكن نون توكسيك. امال التوكسين؟ لا، التوكسين بقى انتيجينك برضه بس توكسيك. بقى معقول انا عشان اطعمك اديك حاجة توكسيك؟ يبقى لازم احوله الى توكسويد. وخلي بالكم في الكلام معانا بعد كده، اي حاجة فيها اويد بتبقى نون باثوجينك، 90% نون باثوجينك. يبقى دي توكسويد. يبقى هنا ده فاكسين برضه متحضر من الاكسوتوكسين بتاع الدفتيريا، بقول دفتيريا توكسويد. من الكوليسترين يبقى اقول كوليستريديم توكسويد. اقول تعبان توكسويد، توكسين بتاع التعبان. يبقى ايه ده الايه الفاكسينز، وده يبقى ارتفيشال اكتف اكوايرد اميونيتي. لما يجي في الامتحان اقول الفاكسين ده ايه؟ ارتفيشال اكتف اكوايرد اميونيتي ولا ارتفيشال باسف اكوايرد اميونيتي ولا مشاكل هنحطها في الامتحانات كتيره ونعملها مع بعض وندرسها ونفصل الجد من ايه. خلاص؟ نيجي بقى على مين؟ الباسف، المال الحرام. الباسف اللي هو صادن اونست شورت ديوريشن، مفيش اكسبوجر لاي انتج. دي بقى ايه اللي هي نفس الكلام، يا اما ناتشورال يعني جايه من عند ربنا كده طبيعي بقى، يا اما ارتفيشال يعني صناعه. الله، طب هي ايه بقى؟ اه بس اسمها اكتف. يبقى الفرق بين دي ودي، دي اكتف دي باسف. خلي بالكوا قوي، لما اقول اكتف اكوايرد يبقى هدي فاكسين، لما اقول باسف يبقى هدي اميون ريسبونس. واحنا الاميون ريسبونس بتاعتنا معروفه اللي هي يا هيومورال يا سيل ميديتد. مثلا هتكلم على الانتي بودي، ازاي الانتي بودي يخش فيا ناتشورال يا اخوان؟ هاكل انتي بودي؟ لا. هتحقن انتي بودي؟ لا. امال ايه داخل فيا ازاي ناتشورال كده؟ قالوا ناتشورال زي ما قلت في الاميونوجلوبلينز من الام، يا اما انترايوتراين يبقى اي جي جي من البلاسينتا، يا اما من اللاكتيشن من الرضاعه يبقى اي جي اي سكريتوري. تمام؟ يبقى ده جاي طبيعي كده. بصوا الطفل عمال طول ما هو عمال يرضع 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 وعنده مناعه، بعد 6 اشهر لازم اطعمه، شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أشهر لازم أطعمه. ليه؟ لأن هو سارق الأنتي بودي من أمه، وما دام سارقه يبقى شورت ديوريشن، يبقى الجسم هيتخلص منه شورت ديوريشن. عرفتوا الطفل بيطعم ليه مع إنه بيجي له أنتي بودي من الأم، أيضاً من البلاسينتا أي جي جي أو من اللاكتيشن أو الميلك أو لبن المسمار زي ما بيسموه في القرى والريف، يبقى إيه؟ هيكسر ويروح. ارتفيشال. دلوقتي انا عندي طفل في البيت عنده دفتري وعنده اخ جنبه، لازم الاخ ده يطعم يعني بحاجه سريعه جدا. اول ما ياخد، مش يطعم بقى، اول ما ياخد الانتي توكسين يبقى عنده مناعه. بدل اخد انتي يعني اميون ريسبونس من بره يبقى ده باسيف. لو اديته الاكتف هياخد وقت طويل عبال ما يتكون الانتي بودي يكون اتعدل. لا، انا عاوزه ما يتعديش، انا عاوزه اخوه مهما يعمل ما يجيبلوش دفتيريا وتوكسيد. اعمل ايه؟ اجيب بقى الفورمول توكسويد ده اللي انا محضره واحقنه في حصان، في هورس. الهورس هيكون انتي بوديز. هيكونه فين؟ في ديله؟ لا، هيكونه في السيرم. يبقى السيرم بتاع الهورس هو ده الانتي بودي. اديله الفورمول توكسويد بتاع الدفتيريا، اديهوله ايه؟
سبكوتينيوس او انتراماسكولار. مش قلنا ان الاثنين دول هما اللي بيزودوا الاميون ريسبونس؟ تاني حاجه اديه مره واحده؟ لا اديه ريبيتدلي، مره والثانيه والثالثه والرابعه، تعمل سكندري اميون ريسبونس، تيرشري اميون ريسبونس، تفضل تزود الاميون ريسبونس. يبقى اذا تحضير الانتي توكسين لازم اجيب التوكسين واحوله الى توكسون، وانا حينه انتراماسكولار او سبكوتينيوس في هورس ريبيتدلي، يعني مش يعني كل في الاسبوع مرتين ريبيتدلي، يوم يعمل برايمري وسكندري اميون ريسبونس ويرفع التتر اوف انتي بودي او الليفل اوف انتي بودي في السيرم، اعمل بليدنج للهورس واخد السيرم بتاعه، يبقى هو ده الانتي توكسيك. يبقى ده اسمه ارتفيشال باسيف اكواير اميون. تمام؟ واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ بس دي طبعا هتدي مناعه ما هياش وقت طويل، دي يا دوبك هتخلي الولد يتطعم. لكن انا بقى حد مسافر حد لازم اخد الاكتف قبل ما اسافر عشان يتكون لي انتي بودي تقعد لونج تايم، جسمي هو اللي هيعملها، هو نفس البروتين بتاع الجسم يطرد ازاي؟ انما انا جايب هنا الانتي بودي من حصان، وانا حصان الانتي بودي بتاع الدفتيريا، انتي بودي ضد السنيك فين اللي هو قرصه التعبان، برضه في الحصان اجيب التوكسين احول التوكسويد واعينه في الحصان، عقرب نفس الكلام. يبقى ده الباسيف اكواير اميونيتي. هنا بقى ال 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 الفاكسينز اللي انا قلتها في الارتفيشال اكتف اكواير اميونيتي، قلت يا اما ليفنج يا اما كيل، بس دلوقتي بقى في فاكسينز كتيره قوي هناخدها في سيستميك. ترواده فاكسين، عارفين حصان ترواده؟ نجيب مثلا برتقاله ونحطه جواها فاكسين، طفل ياكلها يبقى ايه الجنود اللي كانوا مستخبيين في الحصان ده خرجوا ويعملوا الشغل. في سيكونسنج فاكسين، اعرف الميكروب الفيرونس بتاعته السيكونس بتاعتها ايه، احضر نفس السيكونس، واحيانا حاجات كتيره قوي هنشرحها بعدين.